السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسلامة وسعادة يا رب، أنتوا حبايبكم وحبايبنا يا رب. يا رب يبعت لنا فرحة النهاردة لينا وليكم وللجميع يا رب. إحنا النهاردة إن شاء الله حبيت أوريكم، إحنا النهاردة هنطبخ إن شاء الله. إحنا هنا دوت كيلو لحمة، وهنعمل جنبها ان شاء الله فضلة خيركم كده صينية بطاطس. هنعمل النهاردة ان شاء الله صينية البطاطس دي. هنا هي لسه هقشرها، وقشر البصل وقشر الثوم، وهنا الطماطم، وهنا اللحمة. هنعمل من اللحمة دي ان شاء الله من الكيلو ده اهو، نعمل منه، هناخد حتة نحطها في صينية البطاطس وحتة نعملها شوربة. وربنا يبعت الخير لينا وليكم ولكل من عمل لنا لايك، وبعت لنا فرحة وبعت لكم فرحة بحقيقة هي النبي يا رب. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى، عيد الأضحى على الأبواب، يعني لسه فاضل عليه حاجة بسيطة 3 أو 4 أيام. ان شاء الله ان شاء الله يجعلوا عيد مبارك علينا وعلى اولادنا وعلى حبايبنا يا رب. ما تنسوناش يا حبايبي باللايك والاشتراك في القناة، وعشان ايه يوصل لكم مننا كل جديد. وبعت لكم فرحة وبعت لنا فرحة يا رب العالمين. خد الطماطم اغسلها اقطعها اعصرها، اقشر البطاطس، اقشر البصل والثوم، امسك اللحمة هاخدها اقطعها ونعمل نصها شوربة ونصها في الصينية، وهبقى اوريها لكم ان شاء الله. شوفوا وشكم بخير على ما ايه مقشر الحاجات دي واغسلها. وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة والامة الاسلامية كلها بخير وبصحة وسعادة وسلامة يا رب العالمين. انا حبيبي الصينية اهي قطعت عليها البصل وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون، هنبعتها كده اهو، هنحط عليها البطاطس اللي احنا قطعناها دي، حطها في مية بعد ما غسلتها قطعتها وحطيتها في مية عشان البطاطس متسودش. دي معلومة خدوا بالكم، لو عايزين بطاطس متسودش حطها شوية مية. نبعتها بقى خالص اهو، وهنا دي الطماطم اهي عصرها مع عصرها وحط فيها توم. واللي عنده مرقة وعايز يحطها تبقى تمام جدا، منها كده واللحمة هنا انا قطعتها اهو. هاخد حتة اسلقها واحطها فين في صينية البطاطس. وزي ما قلت لكم حبايبي هعمل حتة برضو شوربة، انا اللي انا هحطها في الصينية هحط عليها قرن فلفل، طماطمية، بصلاية، شوية ملح، شوية فلفل، شوية كمون، واسيبها تاخد غلوتين تلاتة كده لما تستوي، يعني نص سوي، بعدين احطها في الصينية وعلى الوش شوية زيت بتاعت صينية البطاطس دي، وهتبقى احلى صينية بطاطس ان شاء الله. هنا حبايبي خدت نص اللحمة، عصقتها بايه، ببصل، بطماطم، بملح، بفلفل، بكمون، اللي عنده قرن فلفل يحط، بتبقى طعمة جدا جدا. وهي اتحطتها على النار، وهعمل ايه، هحط عليها كوباية مية واسيبها تغلي، وبعد كده احطها في الصينية ان شاء الله. عليه فص مسكيكة وحبها نشوح اللحمة. علبة
البوتاجاز اهي ما شاء الله. صينية البطاطس باللحمة هدخلها الوقت الفرن.